ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الثلاثاء أن لقاحا ضد فيروس كورونا قد يكون جاهزا بحلول نهاية سنة 2020، وأوضح في كلمة له في اختتام اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: سنحتاج إلى لقاحات، وتم تأمل أن يكون لدينا لقاحنا بنهاية هذا العام. وهناك 9 لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع 2 مليار جرعة لقاح وقية من الكوفيد 19 بحلول نهاية سنة 2021. I will never be tired of calling for solidarity. Finger pointing will not prevent a single infection. Apportioning blame will not save a single life. What saves life is national unity. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.